حياكم الله مشاهدينا الكرام، حديث جديد لهذا الوطن. كل دولة بهاي المعمورة وبهذا العالم تستيقظ الصبح على صوت عصافير، تغريدات بلابل، يعني نسائم هوى لطيفة. بالمجتمعات العربية نصبوا على صوت بلبل الصباح فيروز أو ماجد الرومي، واللي يسمع القرآن وتكون أعصابه هادية. إلا بالعراق في هذا الزمن في العاصمة بغداد، فجر اليوم يموت مستطرق رايح للشغل لأن أكو نزاع عشائري من الفجر. من الفجر يموت مستطرق رايح للشغل لأن العشائر ما منسجمة فيما بينها، والله يعلم شنو سبب النزاع هذا. ليش؟ بسبب غياب قوة القانون، والقانون نص يطبق على هذا المستطرق بأي دائرة من دوائر الدولة، بس ما قادرين نسحب سلاح من ناس عندها دم الناس كلها مهدور لأن مزاجها تعكر أو داسوا على تقليد من التقاليد البالية والأصيلة، من تقاليدهم اللي متمسكين بيها. هاي لو بلد بقانون تصير، هاي لو بلد بحكومة تصير، هاي لو بلد برجال دولة تصير، هذا لو بلد بدولة بها مؤسسات يصير مستطرق. انسبوا أهله، ممكن ترملت زوجته أو انثكلت أمه وتتموا أطفاله، كل ذنبه إنه قدر قال له امشي بهذا الطريق اللي بهاي العشائر من الفجر تتعارك بالسلاح. وعادة بالعراقيين من يموت واحد يلوموه، وإذا يتمرض يلوموه، فيقولوا له أنت ليش أكلت هذه؟ أنت صوتك حكيت على فلان، أنت صوتك ايش قد نبه هناك؟ هذا المستطرق شلون تلومه؟ رايح لشغله. وما نقدر نلوم الطرف المسبب بهذا، مو العشائر. القانون الضعيف والقوة بتنفيذ القانون. كانت هاي مقدمتنا. أما موضوعنا اليوم فموضوعنا له علاقة بالشارع اللي اعتقد راح يكون هو الفيصل لانهاء هاي الحرب الباردة اللي صار لها 8 أشهر بين كتلتين وبين تحالفين ومن يشكل الحكومة ومصالح الناس واكفر. اناقش هذا الملف مع ضيوفي بالاستوديو ولكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد، ارحب بضيوفي بالاستوديو المحلل السياسي صلاح الكبيسي، اهلا ومرحبا بك. حياك الله. والبروفيسور الدكتور نديم الجابري السياسي العراقي، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. شكرا جزيلا ضيوفي الأكارم. من ومتى ستنتهي هذه الحرب الباردة بين الكتل وإحنا نشهد تصعيد من قبل قادة مثل بيان وخطاب السيد الصدر اللي كان واضح وخلى النقاط على الحروف، وخاطب الشعب وخاطب الإطار وخاطب الناس المحبين إليه؟ ابدا معك استاذ نديم، دكتور نديم. شكرا جزيلا، تحياتي لكم، تحياتي دكتور صلاح، تحياتي للمشاهدين الافاضل. واقعا بعد الخطاب الاخير للسيد مقتدى الصدر اعتقد انتقل الصراع من الحرب البارده الى او مقدمات الحرب الساخنه. الساخنه. اول خطاب ينطوي على تصعيد وتلميحات ب استخدام وسائل ولا تحين مندم. نعم. ولا تحين مناص. نعم. وزئرة الأسد وغيرها من المفردات، واضح أنها تصعيد في الموقف. الموقف يعني لا أخفيك سر، مقلق للغاية، مقلق للغاية في ظل مشهد سياسي تسيطر عليه قوى سياسية ما مؤهلة لإدارة الدولة، ولا تزال تتحكم بالمشهد السياسي بعيدا عن سياقات الدولة، بل وحتى بعيدا عن سياقات السلطة. ولذلك مشهد من هذا القبيل يثير القلق، بل يثير الفزع إذا ما استمر بمثل هذه الطريقة. النقص الواضح بعدم توفر رجال دولة يديرون دفة البلاد الآن بين إلى حد كبير. رجال الدولة من تحدث أزمة يفكر للتو في تطويقها ومن ثم حلها،
لأنه يضع المصلحة العليا هي ما أحسنتم أمامه. أنت تباوع الصراع بين الطرفين اليوم، خصوصا الطرفين الشيعيين، ما أخذ طابع شخصنا أكثر ما هو طابع موضوعي. هذا الموضوع عند الطرف يعني الشيعي فقط؟ لا، يكاد يكون عند الجميع. لا، بس هو بيّن أكثر في الوسط الشيعي، لأن النزاع على رأس السلطة، ولذلك يكون أكثر حرارة وأكثر سخونة من النزاعات المحلية الكردية أو النزاعات المحلية السنية. ولذلك يعني إدارة الملف بهذه الطريقة يعني حقيقة طريقة غير مسؤولة. يعني إحنا نقول كل الخيارات أفضل من خيارات الفوضى، وواضح أن القوى السياسية الحاكمة تدفع بالبلاد نحو الفوضى. يعني بينهم وبين الفوضى خيط رفيع، يعني مجرد واحد مغامر أو واحد أو طرف ثالث، مو بالضرورة واحد مغامر، ممكن أن يشعل الفتنة بين الطرفين. طيب. لذلك أنا أدعو كل الأطراف لضبط النفس والتعاطي بواقعية سياسية. يعني إما أن تدرك الكتلة الصدرية أن القصة مو قصة فوز بالانتخابات، وإنما واقع سياسي يجب أن يعالج بحكمة، وعلى القوى الإطارية أيضا أن تدرك أن هذه لعبة انتخابية، وأيضا عليها أن تحترم طيب. قواعدها وتلتزم بضوابطها. طيب. بدلا ما تذهبون بالبلد إلى حافة الهاوية. زين أستاذ صلاح، هل إذا دعونا اليوم أنا وأنت والدكتور نديم وكل القنوات الزميلة وكل الزملاء المقدمين للبرامج وكل الضيوف، هذا سيؤثر على الكتل السياسية ويثنيها عن عزيمتها؟ أما أنهم لا يهتمون إلى أي كلام إلا للمصلحة الشخصية؟ نعم، بداية تحية لك إياس وأستاذنا الكبير دكتور نديم الجابري ولا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لو كان هناك صوت الحكمة مسموع، لو كان هناك لغة العقل مسموعة، ما وصلنا إلى هذه المرحلة. للأسف احنا اليوم دخلنا الشهر الثامن بعد إجراء الانتخابات، لا زالت العملية السياسية مغلقة بالكامل، منغلقة بالكامل، انسداد سياسي كبير جدا. يعني أي بشارة خير إذا ما استمرينا على هذا النهج، أي بشارة خير متلوح عندنا بالأفق للأسف، ونخشى ما نخشى أنه الأمور راح تتطور أكثر وأكثر، وسنصل إلى مراحل أخي يعني باعتقادي ستكون أسوأ حتى من مرحلة الانتقال في السلطة في الحكم عام 2003. لأن بال 2003 كانت هناك، لا ما كانت، كانت الناس بعدها مو بس بعد، لا ياس، كانت هناك وكانت أليفة، كانت هناك سلطة احتلال رغم كل مساوئها ورغم كل العنجهية اللي كانت تمتلكها، كانت الضابط لأداء، لكن كانت هي عليها مسؤولية أخلاقية في إدارة أوضاع البلد. نعم، اليوم إذا ما انفلتت الأمور أخي، من اللي راح يمسك زمام الأمور في البلد؟ للأسف كتل سياسية اليوم ما تحكمها فقط مصالحها، مجلس القضاء ما يصير يعني هو، أنا جايك بالكلام، لغة المصالح هي المتحكمة في هذه الكتل. كل كتلة تسعى إلى أن تكون الغنيمة، إلى أن تكون المكاسب إلها، وبالتالي يحاول إقصاء الطرف الآخر أو يحاول أن يتفرد بهذه الغنيمة لوحده. للأسف الشديد أنت ذكرت المحكمة الاتحادية العليا ودورها، أنت قلت المجلس القضاء لكن قصدك المحكمة الاتحادية. نعم، المحكمة الاتحادية أخي واقع السلطة القضائية هي من تسير أدارة البلاد لحين. شوف شوف ياس، واقع الحال نقول انتخابات مبكرة سوين تفوز الكتل ترجع تتعارك. خلينا نكون صريحين جدا. نعم، اليوم من يسير أمور البلد هي المحكمة الاتحادية العليا. ليش؟ مجلس النواب عندك في حالة شلل نصفي، إذا مو شلل كامل، شلل نصفي. حتى رؤساء اللجان البرلمانية اليوم من يعملون في يختارون رئيس لجنة برلمانية يلجؤون إلى اختيار أكبر الأعضاء سنا. نعم، هذا مو حل، معناه هناك مشكلة كبيرة. القوانين معطلة، اليوم المواطن ينتظر قوانين، ينتظر تشريعات، ينتظر تعديلات على قوانين مهمة، هذه كلها متوقفة.
عندما تأتي إلى الرئاسة الأخرى يعني رأس الهرم جمهورية؟ في السلطة، لا الجمهورية يعني رئاسة شرفية، لكن واقع الحال عندك هي في رئاسة الحكومة العراقية. اليوم الحكومة العراقية في أي خطوة راح تقدم عليها إذا كان هناك طرف آخر يتصيد لهذه الخطوة سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب راح يقول لك هذه حكومة تصريف أعمال، وبالتالي أيضا الحكومة مقيدة اليوم بقوانين بتوقيتات دستورية الكل عبرها والكل تجاوز على هذه التوقيتات. إذا ماكو لغة تضحية، لغة إيثار، لغة تعاون بين الكتل السياسية، أنا أعتقد سنصل إلى مرحلة طيب. كنا ما نتمنى أن العراق يصل إليها طيب. للأسف الشديد. طيب دكتور نديم، بعد خطاب السيد الصدر هل تعتقد أن هناك تنازلات، خصوصا وأنه يوم أمس أعلن السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن تقديم لقانون جديد للأمن الغذائي، يعني ممكن هذه تكون بوابة لعدم الذهاب إلى الشارع والسيطرة على الشارع، ولا سمح الله ممكن نشوف مشاهد ما نريد نشوفها ولا نريد تتكرر؟ نعم، شوف، أولا الذهاب إلى الشارع أو ربما أعلى من الشارع قد يكون الذهاب إلى السلاح، هذه منزلقات سيقع فيها الجميع. يعني إذا تقارن بينها وبين ما ورد في خطاب السيدة بيلا سخارت في مجلس الأمن، انطت صورة سوداوية عن الوضع في العراق. فإذا دفع هو الواقع اللي شرحته بيلا سخارت، والله أعتقد حتى بمجاملة هو الواقع أكثر مرارة من ذلك. الواقع أكثر مرارة من ذلك. والله حلو الرسم هذا، واحد يرسم أشياء واقعية يعني. نعم. يعني ماذا يحسبون حساب انفلات الوضع الأمني إذا اختل الأمن والنظام؟ ما هي النتائج اللي تتوخوها من الطرفين؟ يعني شو تتوقعون؟ تتوقعون بعد أكو سلطة وأكو نظام؟ لا، الوضع سيفلت في العراق. دكتور هذا النظام شرف على زوال على النهايه. اذا شعلوا الحرب انا اقول لك سيؤول الى الزوال. اذا هو ما هو البديل؟ لا نعلم، قد الأسوأ ان نذهب الى يعني الفوضى. يعني من خلال قراءاتك للمجتمعات، من خلال قراءاتك للشخصيه العراقيه، مهما يكون البديل، قل لي البديل ممكن شنو يكون؟ شوف، مهما يكون البديل افضل من خيار الفوضى. طبعا الفوضى هي، خلينا نجمع على هاي، لا الفوضى أنا هي إذا ما ذهبنا للفوضى أنا رايح وياك أسوأ الاحتمالات. أنت ستذهب للفوضى. أوكي. ابتداء، بس بالتالي لازم تصير سلطة بهذا البلد. أنت دا تحكي عن حرب أهلية بين قوى مسلحة. يعني مو قوى مدنية، مو راح مستطرق مثل ما حضرتك وراح ينقتل. لا، هاي أسلحة اليوم ثقيلة موجودة عند الطرفين، وإضافة إلى ذلك انه هاي المناطق المسيطر عليها هي مصدر غنى العراق، يعني كل الثروه النفطيه اتيه تقريبا من هذه المناطق. زين، اذا نشب القتال بين الطرفين مو هذه الموارد الماليه ايضا راح تقف. من تقف اكو مخاطر، هسه يمكن اسهلها سقوط النظام، لكن انا اخشى ان نذهب الى التقسيم. يتجنبون الفتنة اللي تقوم بين الأحزاب الشيعية، والقوى السنية تنكفع على نفسها، والقوى الكردية تنكفع على نفسها. المشكلة الآن داخل المكون الواحد، داخل المكون السني، داخل المكون الشيعي، داخل المكون الكردي. يعني أصعبها هي داخل المكون الشيعي، لأن عدد مقاعدهم عالي، وهم يعني رأس السلطة، والمغنم كبير. المغنم كبير، بس هي المشاكل موجودة. شلون أقسم؟ أنا أقسم على أي؟ أقسم على أساس الكتل أو أقسم على أساس المكون؟ لذلك خلي يكون خطابنا، حضرتك تسألت هسه الكلام يسمعوا ما يسمعوا، كلام يجب أن يقال. طبعا يجب أن يقال، كلمة حق ممكن، لأن هذا تاريخيا أنت راح تسأل. إذا قلت ما أعرف راح تقول دكتور صلاح قال لي هيك، دكتور نديم قال لي هيك، استاذ ايناس اياس قال لي هيك. فالكلام يجب ان ينطلق. الوضع وضع خطر، ومو صحيح اليوم ان تمارس التقيه في مثل هذا الوضع. السيد الصدر، الكتله الاخرى، الاطار ومن معه سيتنازل؟ وستكون البوابه قانون الامن الغذائي الجديد؟ لا، قانون الامن الغذائي هذا ما يمضي. يعني الجديد. أنا حتى الجديد
يعني هاي الطريقه اللي رتبوها بها على اساس يكون مقترح قانون مو اكو تفسير للمحكمه الاتحاديه. هسه انا ما مقتنع بتفسير المحكمه الاتحاديه، انا اعتقد البرلمان من حقه ان يشرع كل شيء مو في الاصل، لكن 20 نائب حسب القانون 20 نائب يقدرون هذا انا كمشرع القانون او كمشرع انا كمشرع اعتقد ان المجلس النواب له حق ان يشرع كل شيء، لكن الان هو مقيد هسه بتفسير المحكمه الاتحاديه. تفسير المحكمه صحيح غلط هو ملزم اليوم، حتى لو كان تفسير خاطئ فهو ملزم. يعني يوم إذا فهو منع مجلس النواب من سن التشريعات بصيغه مقترح القوانين نحن تشكيل حكم، لا بصيغه مقترح قانون، هذا تفسير سابق لهذه الدوره. اي قانون بجنبه ماليه لا يستطيع مجلس النواب ان يشرعه الا ان ياتي بصيغه مشروع قانون من الحكومه. القوانين اللي ما بها جنبه ماليه يعني قانون انتخابات مثلا اشياء ممكن مجلس النواب يشرعها. فلذلك يعني حولوه الى مقترح قانون بدل ما يكون مشروع قانون. والالتفافه انه الحكومه توافق عليه ولن يمر، هذا ما يمر، هذا صعب ان يمر، يعني ينقض. طيب. اذا صدر سينقض. طيب 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 وانا سؤالي الاخر، يعني عن اي امن غذائي تتحدثون؟ راح تجيبون حنطه وشعير ورز وتخزنوها؟ لا هو هذا الامن الغذائي؟ عندنا لا عندنا كثير اشياء. هو الامن الغذائي يكمن في قضيه معينه، لازم يبنى الامن الغذائي على اننا ناكل مما نزرع. نعم. ونلبس مما ننسج. ننسج. هذا الامن. اكو دعم لقطاع الزراعه بالعراق. وين اقوى؟ هذا يابسه، المزارع يسلم المنتوج ماله ورا سنتين ثلاثه يلا يستلم. يعني الفلاح يسلم المنتوج ماله، ليش ما تعطي راسا فلوسه؟ ليش يبقى ثلاث سنوات؟ استاذ صلاح، يبدو انه يعني برنامجنا اليوم هو حديث وطن، حديث الوطن يعني ياخذ شجون كثيره، يعني مو الا نتحدث بالسياسه بشكلها السياسي قدر ما اهميه انه نتحدث بالنسبه لاهلنا وناسنا، اهلك وعائلتك وعائلتي وعائله الدكتور وعوائلنا كلها وشعبنا العراقي. اذا ما تهدد السلم الاهلي، هل سيكون هناك تدخل من قبل المرجعيه؟ ولماذا يتهدد السلم الاهلي اذا كان الخلاف على تشكيل حكومي؟ يعني أنا أيضا أطرح تساؤل، هو متى يهدد السلم الأهلي في البلد؟ عندما تضعف السلطة، سلطة الدولة، عندما تضعف سلطة القانون، عندما يكون هناك معترك كبير بين الغرماء السياسيين. نعم. شيء أكيد أنت راح تهدد السلم المجتمعي. يعني أنا لو نرجع بذاكرتنا لأحداث 2006 و2005 و2007، سنين الدم، سنين الدم، الجثث المجهولة والملقية بالشارع. أخي يعني هل كان هناك نزاع شخصي بين أبناء الشعب العراقي؟ لا ماكو. لا يعني بس مو بهالطريقة، لا، الجار يحمي جاره والجار يروح يحلف. لا يا أخي يعني لا، كانت هناك تنظيمات متطرفة تعمل على تأجيج الصراع الطائفي في السلطة، هي من تهدد السلم. اليوم ماكو هذا، اليوم اكو خلاف على سلطة. هو أنا دا أقول لك السلطة هي من تهدد السلم الأهلي عندما يختلفون. اليوم الخلاف كبير جدا، لكن يعني غير معلن أستاذ صلاح. لا معلن، لا 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 لا، هذا خلاف، الخلاف معلن. كان الخلاف، يتذكر دكتور نديمة أيضا كان الخلاف أن يصير خلاف بين ساسة، نشوف ترجمته تنزل على شكل تفجيرات، على شكل اغتيالات. لا لا اليوم طقف اليوم لا لا ياس. الخلاف هذا يختلف، هذا خلاف يختلف، هذا خلاف سلطة يا ياس، هذا مو اليوم مو خلاف على موارد مالية أو على مناصب معينة. مكون واحد. اليوم شلون يقدر يأجج السلم الأهلي؟ إي على مكون واحد، يعني ما بين مكون هذا واحد، هذا المكون اليوم بطرفين سياسية. ايه؟ خلينا نحكيها هيك. ايه طبعا. كل طرف سياسي يسعى أن يكون أن تكون السلطة بيده، وكل طرف سياسي اليوم عنده اختلافات عقائدية فكرية، اختلاف سياسي مع الطرف الآخر. نعم. تعال التوحد لهاي الطرفين. المشكلة أنه الأزمة تجذرت أكثر والأزمة كبرت أكثر، عندما تكبر الأزمات يعني الحلول تكاد تكون معدومة. يعني دكتور نديم تكلم بفقرة معينة بجزئية أنه كل الخيارات هي أفضل من خيار الذهاب إلى الفوضى. طبعا. لكن وفقها ما نراه، ووفق الأحداث اللي دا تصير بالبلد، ووفق العناد السياسي بين الفرقاء السياسيين،
احنا متجهين الى مرحله قريبه جدا من الفوضى. يعني انت اذا كان اكو حاجز سابقا بين الفوضى وبين نظام الدوله، انت اليوم على المحك اصلا. اليوم الكره بملعب المستقلين لو ملعب الاطار؟ لا اخي، بتقديم التنازلات. يعني انا لي وجهه نظر خاصه في موضوع المستقلين. يعني المستقلين نفس وجهه النظر الخاصه، يعني انه المستقلين مو اكثر من 10 الحقيقيين. الحقيقيين ما يتجاوزون 10 نواب في مجلس النواب. تمام تمام. البقيه يا ياسر خلينا نقول وفق يعني المبادرات السياسيه. استاذ صلاح، وفق المبادرات السياسيه اليوم منو اللي راح يهدئ الوضع؟ منو راح يلعب دور اكبر؟ والله تنازل من الاطار ام مبادره من المستقلين جديد؟ لغه العقل والحكمه هي اللي راح تهدئ. منو الطرف اللي راح تكون؟ سيد الصدر كان واضح، سيد الصدر بلغ السيل الزباء. اي يعني هو حتى هذا تصعيد، هذا تصعيد، تصعيد. اذا يحتاج شنو؟ هذا نحتاج الى تهدئه، تهدئ بالطرف المقابل. انت اذا تصعد واني اصعد، وبالتالي نروح للفوضى. متجهين الى الفوضى. اخي انت اليوم يعني المشكله في البلد انه كل مفاصل الدوله العراقيه اصبحت مشلوله، وكل مفاصلنا للاسف هي سيئه. تجي للجانب السياسي فاشلين، اليوم عندنا فشل سياسي كبير وهاي نتائجه. تجي للجانب الاقتصادي، وين اقتصاد البلد اللي لا يزرع ولا ينتج ولا عنده اقتصاد ومعتمد على بيع النفط ريعي والاستيراد؟ ريعي. اقتصاد ريعي. زين الجوانب الزراعيه، يعني اليوم انت هاي بغداد، وخليني اتكلم بهذا لانه يعني هاي قلبكم مورب. اي والله العظيم حارقه قلوبنا. اليوم بغداد هاي ام البساتين، بغداد الجميله، بغداد اللي كانت محاطه بالمناطق الخضراء، اليوم تجي بغداد كل البساتين جرفت. اليوم ما عندك بساتين. يعني بقرار بسيط، شوف مو هذه تحتاج الى رجال اكفاء في مناصبهم. بقرار بسيط كان من الدوله اي ارض زراعيه تجرف، سواء كانت عقد زراعي او كانت ملك طاب الصرف لصاحب الارض، اي ارض تجرف تصادر. اقول لك تصادر شنو؟ اقول لك شنو التبرير؟ احد يتجرف؟ اقول لك شنو التبرير؟ انه ماكو توسعه سكانيه. لا مو توسعه سكانيه، هاي البساتين اللي كانت تشكل اهم حزام اخضر لبغداد كانت تطلع من عندها على الطرق السريعه، يسوون سيطرات وهميه ويقتلون اولادنا. يعني فجرفنا مليون مقاتل، مليون مقاتل عندنا يا اخي. بس هاي بال 2008 و7 يعني. على كل حال هذا الموضوع مؤلم جدا. اليوم ما ظلت عندنا مساحات خضراء، وهذا الجو والمناخ اللي ده تشوفه جزء من اسبابه هو هذا الموضوع. طيب اليوم عندك ازمه مائيه يا اياس، وين المحاور العراقي؟ وين الخارجيه العراقيه؟ انت اليوم مواردك المائيه تعتمد على دولتين. نعم، تركيا وايران. تركيا وايران، وهذه الدولتين هي اكثر دولتين عندك تبادل تجاري وياهم. يعني ما يقارب اعتقد 36 الى 38 مليار دولار انت التبادل التجاري مع هاي الدولتين. وطبعا ماكو تبادل، هو كله احنا نستورد. ما شو نصدر؟ ما عندنا شيء نصدره. كم 38 مليار دولار انا اليوم ما اقدر استخدمها ورقه ضغط؟ لا ما اقدر، ما اقدر. انا مموت من مين؟ عندي مصانع تسوي. وين ارد اتجه؟ لا اتجه الى دول اخرى. ما راح اقدر. عموما دكتور نبيل، تصريحات السيد الكاظم يوم امس وجولاته اليوم، راح لامانه بغداد وحكى عن امانه بغداد وحكى على المترو وحكى على مشاريع مستقبليه. اولا وكانما هو باقي بالمنصب، تصريحاته واضحه جدا، عن حكى عن شارع الرشيد ووجهنا كذا ووجهنا ومترو بغداد. تحدث هو عن امانه بغداد بزيارته، وعرف انه بالشورجة يصير ازدحام الصبح، وقال هاي اختناقات مروريه تطول ساعه ونص. اي والله اي مرفوضه اليوم. هو اللي قال مرفوضه. اي مرفوضه. والباحة تصريحاته بانه هذا تراكم الفشل، وتقريبا يتناغم مع خطاب السيد الصدر. هل هو تعدد الجبهات على الكتل الاخرى من اجل الرضوخ، او من اجل تقديم التنازلات، او من اجل فك هذا الانسداد السياسي؟ لا، انا يعني قبل ما تشتعل الازمه بهذا الطريق قلت انه التيار الصدري عنده خطه باء وعنده خطه الف وخطه باء. نعم. الخطه الباء هي ابقاء الوضع على ما هو عليه. التيار الصدري؟ نعم. نعم. يعني ممكن ان يبقي الكاظمي في رئاسه الحكومه اذا ما عجز عن تمرير رؤيته. اي يعني هذا الخيار مطروح. نعم. وهذا الخيار فرصته تتصاعد، مو تضعف، بدات تتصاعد. يعني من وصل الصراع الى هذه الحده، اذا
اشتعل الصراع بين الطرفين، انتقل إلى السلاح أو إلى الشارع، حكومة سيد الكاظمي ستكون أقوى لأنها راح تتصرف باسم الشرعية، أنه استمرار لحكومة أقيمت على أساس شرعي. نعم. فلذلك يعني إشارات السيد الكاظمي إشارات تعطينا انطباع أنه هو باقٍ، كما هي إشارات السيد رئيس الجمهورية. وكان هو في حديث قبل الانتخابات أن الرئاسات الثلاث تبقى على ما هي عليه قبل أن تجرى الانتخابات، صح. فالظاهر السيناريو وحتى نتائج الانتخابات رسمت بهذه الطريقة، والسيناريو كان ذاهب لهذه، يعني هو رسم بهذه الطريقة. أي بالضبط. الآن ملامح بقاء الرئاسات أصبحت أقوى من أي مرحلة سابقة، وأني أقبل هذا الخيار إذا كان بديل الفوضى. طبعا يعني ابقوا على هذا الوضع بس هو الضعيف. بس هو يقول لك يقول لك انت تراويني الموت حتى ارضى بالسخونه، انت تراويني هاي الاشياء تراويني اسوء الخيارات حتى اقبل حتى ليش هو احنا ما نقدر نسوي غير طريقه؟ في ناس حتى هذا الفن ما يملكونه. هاي مهاره سياسيه، المناورات السياسيه مهاره سياسيه. حتى منو اللي ما يملكه؟ كل الاطراف الحاكمة. ما انت لا تقول ده يلعبون على طريقه انه التصعيد الى، وهذا الموضوع ده نجحوا في التصاعد. يعني مو بمهاره، هو الوضع يعني قدري، هو ده يمشي بهذا الاتجاه. زين، يعني مو بتدبير وبتخطيط. يعني خطاب الباحه كانت جلسه اعتياديه، شوف هسه انغلقت الابواب كلا والف كلا للاطار. نعم، انغلقت الابواب. نعم. تمام. نعم. شنو الحلول المتاحه؟ لو ينزلون للشارع تظاهرات وعصيان وغيره، لو يذهبون للسلاح، لو يبقون الوضع على ما هو عليه، وهذا افضل شيء. فاذا الامور هي دي تصير بهذا الاتجاه. يعني العراق ما ملك الاطار والتيار الصدري حاليا، لا عاليا واي وقت من الاوقات تحكم ولا نتائج الانتخابات. الملكيه ما لها علاقه، احنا كل العراق، انا اقصد ملك الاداره، العراق ملك كل العراقيين طبعا، بس ملك الاداره من يقرر المصير. يعني يوم اليوم انت دكتور نديم ما تقدر توقع اتفاقيه، بس الاطار والتيار فيما لو اجتمعوا يمكن يوقعون اتفاقيه تمثل البلد. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، بس هذا مو ملكيه، هذا تخويل. نعم، هذا تخويل. ممكن يعني لفترة معينة الشارع، يعني بالتالي الشارع من طلع في تشرين سحب هذا التخويل. يعني الآن حتى هسه الآن من يتحدثون عن الشرعية، يا أخي أي شرعية تتحدثون؟ ايش قد نسبة اللي حصلتوا عليها؟ 11 18. لا، أنا أقول لك أكبر حزب فائز نسبة النسبة اللي حصل عليها من أصوات المصوتين من الناخبين بين 1 إلى 2%. واذا نبعد هسه نحسبها بالارقام تطلع لك 1. خليني ارجع لنفس القضيه، انه هذه فتح اكثر من جبهه بالنسبه لتصريحات سيد الكاظمي البارحه. البارحه كانت جلسه اعتياديه لمجلس الوزراء، اختار ان يسر يعني تكون خطبه او كلمه وتحدث بها بشكل واضح وجريء وقوي، يتزامن مع خطاب السيد الصدر او يتماشى مع خطاب السيد الصدر. هذا سؤالي، سؤالي انه هو في سبيل تكثيف هذا الخطاب بالنسبه للناس او من اجل تنازل الطرف الاخر؟ يعني يضغطون بهذه الطريقه؟ لا، ما اعتقد يحمل رسائل يعني تطمين او ضغط او ما، لا اعتقد هذا. زين، بس الاشاره الى ان حكومه مستمره. يعني التدخل بهذه الطريقه والتعيينات ووضع الرؤى، هذا يشير الى ان حكومه انه صار عندها قناعه انها مستمره. طيب هسه اذا مو كل الدوره الانتخابيه، جزء كبير من الدوره الانتخابيه، الان هم اكلوا جزء من استحقاقات الحكومه القادمه، هاي الاشهر راحت من الحكومه الجديده. فالان هم يعني اكلوا كلمه كل شيء السيد الشعب. كلمه لن يأكل السيد شيء. الكاظمي تدل على انه قد وصل الى قناعات ان هذه الحكومه باقيه، سواء استلم الاشاره منهم او لم يستلم او يستلمها من الواقع السياسي. من الواقع طيب. السياسي. طيب استاذ صلاح، المظاهرات المنشودة المنتظرة التي يتحدثون عنها المتظاهرون، سواء يعني من فتيان تشرين، من شباب تشرين، من شيوخ تشرين، من المروجين، قادمة قريبا؟ يعني بدت بوادر السخط الشعبي، بدت
يعني انت اذا تذكر اكو سقط شعبي؟ طبعا. وين؟ يعني كلها يعني انا اشوف انت مو معاشر الناس معاشر بس دا اشوف انه الناس ما مهتمه منتظره النتيجه ولا النتيجه راح تقرر. انت ايضا اعذر الشعب. انتفاضه تشرين اللي بدت بال تشرين 2019 نعم استمرت لاشهر سنه لا ما وصلت سنه يعني الفعلي مالتها سنه وانتشالت الخيم الفعلي مالتها خلينا نقول 5 أشهر 6 تقريبا زين وشهداء يا اخي يعني هسه ثوار تشرين اذا تجي عليهم هم اصحاب فضل في وصول السيد مصطفى الكاظمي الى رئاسه الحكومه العراقيه والله لو سمعك واحد من التشارنة اصحاب فضل سواء اذا كنت تدري او لا بطريقه تدري مباشره او غير بطريقة مباشره او غير مباشره النتيجة انه تم عزل الدكتور عادل عبد المهدي وتم تكليف السيد مصطفى الكاظمي اذا هم اصحاب فضل عليه اليوم رئيس الوزراء مطالب بان يرد هذا الفضل يا اخي اليوم الاوضاع كلها تعبانه بالبلد شخصية المواطن العراقي يقول اكثر واحد اذانه اكثر من عادل عبد المهدي هذا من عندهم هم مو الاوضاع هو السيد مصطفى الكاظم الاوضاع بدات تسوء ياس تفضل الاوضاع بدات تسوء يوم بعد يوم شخصيه العراقي يا اخي ينفجر في غفله من الزمن يعني احداث تشرين ما حد كان يتصور انه اكو مظاهرات راح تغلق قلب العاصمه بغداد وراح تستمر لاشهر عديده يعني تشمل هواي أفضل من ميادين الوطن افضل وانتشرت بالحبوبي وبغيره افضل المتفائلين كان يتوقع انه اسبوع وتنتهي مو نعم. مثل كل مره سابقه كانت كل جمعه أي. كل جمعه المظاهرات ويسوى حضرت جوال ويصير حضور السلطه سوى حضرت جوال يعني ما حد كان متوقع انه هذه الانتفاضه الخالده راح تستمر بهالزخم هذا لكن فيما بعد من داخل الانتفاضه هناك من التف عليها هناك من ركب الموجه تمام. يعني انا اعرف اشخاص كانوا يا اخي ضد هذه الانتفاضه اوكي كانوا ضد الانتفاضه واضح واليوم يتحدثون باسم التشرينيين المصلحه السياسيه تقتضي بس قل لي المظاهرات قادمه قريبا يعني اذا استمر هذا الحال واذا تعطلت مصالح المواطن العراقي وزادت الامور سوءا يوم بعد يوم وياها راح تبدي افعال يعني احداث امنيه سياسيه اذا استمر هذا الوضع راح تكون هناك احداث امنيه سياسيه انا اتوقع سيغضب الشارع من جديد طيب. رغم ان المواطن العراقي اكتوى بالاولى لكن ستعود بس احنا مشكلتنا وين ستعود بس مشكلتنا وين يا اياس اليوم انعدام الثقه بين الاطراف السياسيه هي اساس المشكله انا اقول لك اليوم الاطار احنا نعيش ازمه ثقه ما بين الكتل وما بين الشعب والكتل خليني احكيها صراحه اليوم الاطار التنسيقي ما عندهم مانع من يتولى رئاسه الوزراء حتى سيد كاظم أنا أقول لك ما هو قل لي حتى السيد كاظم نعم وأنا أسأل نعم لكن وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنت اليوم الطرف وين؟ واحد متخوف من الطرف الآخر الإطار التنسيقي متخوف من أنه التيار الصدري سيمسك بزمام الأمور وراح يستلم رئاسة الوزراء وبالتالي قد تكون هناك إجراءات انتقامية قد تكون هناك خلافات سياسية قديمة تنعكس يتعامل باستقامية مع بعض الكتل يعني هذا تفكير البعض وايضا التيار الصدري متخوف من انه الاطار التنسيقي قد يقصي التيار في حال لو حولت رئاسه الوزراء الى اليوم يعني احنا بحاجه الى ميثاق شرف سياسي الى اجتماع كل الاطراف يا اخي هذا الخوف هاي العقد النفسيه الموجوده بين الكتل السياسيه يا اخي احنا اليوم بامس الحاجه الى انه هذه العقد تختفي وبالتالي نزرع بوادر من الثقة بين الأطراف السياسية طيب. صدقني الخوف الكتل السياسية من بعضها هو اللي مسبب الأزمة طيب دكتور نديم ما ظل لي وقت في هذا السؤال أولا أريد منك تعقيب على المظاهرات إنه قريبا لو لا وبعد مشعان الجبوري من التالي أولا يعني ولكن اختصر لي المخرج يقول لي ما قصة الانتفاضة الشعبية أنا أراها قادمة قريبا هي قادمة بس قادمة أصور قريبة ما أعتقد بعيدة أكو إعداد يعني كمعلومات معلوماتي تقول أن أكو تهيئة وأكو إعداد لتجدد التظاهرات إزاء هذا الفشل الواضح تظاهرات على ما على من على الوضع كله هو على كل الكتل على كل نعم هو على النظام على النظام
الواقع تظاهرات الأخيرة كانت ضد النظام، كانت لإصلاح النظام، هذه لإصلاح النظام أو إزالته. كانت لو إصلاحه لو تصلحوا لو تزيلوا، كان هذا واضح القصة. وأعتقد يعني الشعب ربما يضع حد لمثل هذه الممارسات السياسية السلبية اللي تتغامر بالبلد وما نعرف إلى أين ستوصل البلد. يعني الشعب العراقي شعب عظيم، شوف الشعب العراقي شعب عظيم، لا أحد يستهين بإرادته. الشعب العراقي فاجأك بردة فعله، بردات فعل غير محسوبة، غير محسوبة، والاستهانة به يعجل من خروج هذا القمقم من إلى السطح، وربما يضع حد لمثل هذه الممارسات. سؤالكم الثاني بعد يعني مشان جمهوري من التالي، أكو معلومات تتحدث عن 6 شخصيات، يعني ما معرفة بالاسم بس يعني صار تسريبات أن هنالك 6 أسماء أخرى ربما تلتحق من نفس الحزب. لا ما أعتقد نفس الحزب، لا من التيار، أعتقد من الكل، يمكن من أكثر من الكل. زين أعتقد. هو راح أسألك هذا السؤال، أنا جايك بالسؤال أعتقد. أنا أشكرك دكتور نديم. مش تكمل بس أقول لك أنا لازم أصيغ لك سؤال. مش عن الجبوري كم دورة برلمانية هو؟ سابقا بالجمعية الوطنية، الجمعية الوطنية ودورة، وهاي الثالثة أعتقد. هاي يعني رابع تجربة انتخابية، رابع ثالث دورة هو نائبي. اللي زور معناه مزور من زمان، لو القانون اختلف وراد شهادة أعلى إذا كان مزور. وموضوع هذا التزوير إلا يقيم شخص عليه قضية بالمحكمة الاتحادية أو يقيم عليه دعوة ويروحون يتحققون، يعني أي واحد يروح للمفوضية ينطيهم أوراق يعتمدوه إلا يجي واحد يشتكي عليه ويطلعه. يعني هو شوف يعني المسؤولية جماعية، يعني ما أجي اليوم أحمل مثلا النائب السابق مشعان الجبوري المسؤولية، واكو اطراف تدقيقية. انت اليوم هو انا اسال المفوضية مسؤولة، احنا داخلين انتخابات، انا ولا دكتور نديم من نقدم اوراقنا تستمر فترة من الوقت، تروح الى اكثر من 7 جهات اعتقد، ادلة جنائية ووزارة التربية ووزارة التعليم عالي، ويعني هواية مساءلة وعدالة، جهات كثيرة تذهب الأوراق لها. بالتالي أنا ما أحمل المسؤولية مش عن الجبوري وحدة، أحمل المسؤولية لكل الجهات. يعني إذا تحاسب لكل الجهات الجبوري لازم الجهات كلها لازم تحاسب كل الجهات التدقيقية والقضائية والقانونية بالوقت اللي 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 نائب أو نائبين أو مجموعة نواب كانوا في المشهد السياسي. من بعد مش عن الجبوري من التالي، ما عندي وقت والله. من التالي أنا أعتقد إذا بقت الأزمة السياسية والانغلاق السياسي في البلد راح يتآكل مجلس النواب. يتآكل بالتزوير لو يتآكل. لا لا يعني مرة مساءلة وعدالة، مرة تزوير، مرة زين. ما أعرف شنو هم يعرفون دروبهم نفسهم. ما أعرف. هم ناس أهل مكدرة بشعابها. المحلل السياسي أستاذ صلاح الكويس، شكرا جزيلا لك. السياسي العراقي البروفيسور الدكتور نديم الجابر، شكرا جزيلا لجنابك، وشكرا جزيلا لاستماعكم وأصغائكم ومشاهدتكم مشاهدينا الأعزاء. انتظرونا في حديث جديد لهذا الوطن. إلى اللقاء.